عملية علاء عجلان هي أول حل نهائي لسرعة القصف في العالم. عندنا في مستشفى علاء كلينك عملنا آلاف العمليات لمرضى من 38 جنسية لنصبح بذلك في المركز الأول عالميا. العملية ممكن تتعمل للشخص الطبيعي واللي بيعاني من السرعة وحتى اللي مركب دعامة، لأنه بمجرد القصف بيفقد الإحساس. عشان كده لازم يعمل عملية للتأخير عشان يحقق قدر أكبر من السعادة. مدة العملية 10 دقايق والخروج من المستشفى بعد 4 ساعات، ما بتأثرش على الإنجاب أو الإحساس أو القدرة، ونسبة نجاحها 99.6%. العودة للحياة الطبيعية وقيادة السيارات والأعمال الخفيفة والاستحمام بتكون في نفس اليوم، والعلاقة الزوجية بعد أسبوعين. اللي بيعمل عملية علاء عجلان بيحصل على ميزة غير عادلة عند مقارنته بأي رجل آخر. مع عملية علاء عجلان غير حياتك للأفضل.